بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في درس جديد اليوم بعنوان عمل العلم، والذي سوف نتحدث فيه عن كيفية الاستفادة من البيانات في حل مشكلة ما، وكذلك طريقة البحث التجريبي لحل مشكلة معينة. سنتعلم اليوم بمشيئة الله أهمية تنظيم البيانات والحصول على البيانات وتجميع البيانات في حل مشكلة ما، ثم سنحاول أخذ مثال على كيفية حل المشكلة بطريقة البحث التجريبي، وأخيرا سنتطرق إلى ما هو المقصود بالتجربة العلمية وإيضاح مكوناتها وخطواتها للوصول إلى تحقيق نتيجة معينة. في هذه التجربة على سبيل المثال، طبعا كمثال على ذلك، عندما نريد القيام بتجربة يجب أن يكون هناك خطوات علمية محددة ومنظمة نتبعها من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف تلك التجربة، وبالتالي الوصول إلى النتائج التي نريد الوصول إليها. على سبيل المثال، عندنا في العلوم شيء اسمه القصور الذاتي، وكلمة القصور الذاتي تعني أن الجسم يرفض التغير في وضعه بشكل مفاجئ. على سبيل المثال، لاحظوا معي البيضة عندما توضع على إناء بإمكانها الآن السقوط في الوعاء. ما سبب سقوط البيضة في الكاس أو في الماء رغم انطلاق الوعاء من تحته؟ يعني الوعاء تحرك. السبب في ذلك كما ذكرت أن في تجربة القصور الذاتي أو مفهوم القصور الذاتي هو أن الجسم اللي هي البيضة ترفض التغيير المفاجئ في حركتها، فسقطت دون أن تنتقل من مكانها إلى مكان آخر. طبعا استحسن في التجارب إعادتها أكثر من مرة للتأكد من أن النتائج هي نفسها في كل مرة. لاحظوا معايا الآن ثلاث بيضات بدلا من واحدة، ومع ذلك عندما نكرر نفس الخطوات سنحصل على نفس النتيجة. إذن لاحظوا تساقط البيضات داخل الأوعية المائية أو داخل الكاس الذي بها ماء، رغم أن الوعاء الذي كان يحملها قد تحرك من تحتها نتيجة اصطدامه بعمود الخشب. مثل هذه التجارب كما ذكرت هي التي يجب أن نعتمد عليها في الوصول إلى حلول لبعض المشاكل التي تواجهنا في الحياة اليومية. ذكرنا سابقا أن الطرق العلمية في حل المشكلات يتم بطريقتين، إما بطريقة البحث الوصفي الذي يعتمد على، تذكرون يعتمد على ماذا؟ يعتمد على الملاحظات، أو بطريقة البحث التجريبي، وهي الطريقة التي لا يمكن استخدام طريقة البحث الوصفي في حل تلك المشكلة، يعني لابد من القيام بتجارب معينة للوصول إلى نتائج محددة. هذا البحث التجريبي كما ذكرنا يعتمد على القيام بالتجارب. إذن البحث التجريبي يعتمد على التجارب. سبق أن شرحنا أو تطرقنا إلى البحث الوصفي في درس سابق، واليوم سنتكلم إن شاء الله بالتفصيل عن طريقة البحث التجريبي. في طريقة البحث التجريبي من المهم جدا جدا الحصول على بيانات أو معلومات، وبالتالي يجب أن تنظم تلك المعلومات بطرق معينة بحيث يسهل الاستفادة منها. على سبيل المثال، يمكن أن ننظم البيانات التي نحصل عليها على شكل، ماذا نسمي هذا الشكل؟ نسميه جداول. إذن في البحوث الوصفية والتجريبية، طبعا كلا الطريقتين لابد من الوصول أو الحصول على بيانات منظمة، يمكن أن تجمع البيانات وتنظم وتحلل ثم تستخلص النتائج باستخدام على سبيل المثال الجداول. يعني ممكن أن ننظم بياناتنا التي توصلنا إليها في جداول كما ذكرت لعملية تسهيل وتنظيم وتحليل تلك البيانات للوصول إلى نتائج معينة.
ممكن أيضا تلك البيانات بدل أن ننظمها في جداول ننظمها في رسوم بيانية. رسوم بيانية، أيضا الرسوم البيانية من الأشياء المهمة جدا والتي يجب أن نتعلمها أو نتقن استخدامها، لأنها ستسهل علينا الكثير الكثير في الوصول إلى نتائج أو حلول معينة من خلال النظر إليها بشكل مباشر. على سبيل المثال، لو سألتكم الآن سؤال: ما هو العنصر الذي يوجد بنسبة كبيرة في القشرة الأرضية؟ طبعا من خلال النظر إلى هذا الرسم البياني تكون الإجابة طبعا هي الألمنيوم، هو الذي يوجد في القشرة الأرضية بكمية أكبر. نطرح تساؤل آخر: ما هو أقل عنصر موجود في القشرة الأرضية؟ أقل عنصر، ممكن تكون الإجابة من خلال النظر إلى هذا الرسم البياني سنجد أنه هنا هو الفضة. إذن الفضة هي أقل المعادن وجودا في القشرة الأرضية. إذن من خلال الرسم البياني أيضا زي ما ذكرت يسهل لنا الوصول إلى نتائج محددة أو إلى أهداف محددة من خلال النظر إليه. ما هي خطوات الآن البحث التجريبي؟ يعني عندما نريد القيام بتجربة ماذا يجب علينا أن نتبع؟ طبعا لابد من اتباع طريقة علمية تساعدنا في الوصول إلى تحقيق تلك النتائج، وبعد أن نصل إلى تلك النتائج يجب التأكد منها من خلال تكرار التجربة عدة مرات للتأكد من أننا وصلنا إلى نفس النتائج في كل مرة من هذه المرات. لكي نقوم بعملية تجربة أو بالبحث التجريبي في حل مشكلة معينة لابد نبدأ بهذه الخطوة، وهي نلاحظ ونسأل ونجمع معلومات حول تلك التجربة قبل القيام بها. ثم إذا حددنا بعض البيانات أو توصلنا إلى بعض البيانات حول تلك التجربة نبدأ الآن في وضع الفرضيات. وقلنا وضع الفرضيات من المهم جدا أن نكون فيه من الموضوعيين، يعني لا نستبق توقع نتائج محددة أو معينة قبل القيام بتلك التجارب، يعني الموضوعية شرط أساسي للوصول إلى نتائج صحيحة ودقيقة بعيدا عن المزاجية والأهواء. بعد أن نضع الفرضيات نبدأ الآن باختبار تلك الفرضيات. إذن أول خطوة نلاحظ ونسأل ونجمع المعلومات حول ما نريد القيام به قبل وأثناء وبعد التجربة، ثم بعد ذلك نضع فرضيات. هذه الفرضيات نختبرها واحدا تلو الآخر للتحقق من تلك الفرضيات. بعد أن نضع الفرضيات نبدأ الآن القيام بإجراء التجربة. وعلشان نسوي التجربة لابد يكون عندي هنا أربعة عوامل نأخذها بعين الاعتبار عند القيام بأي تجربة. ما هي هذه العوامل؟ ركزوا معي جيدا، لأن هذه العوامل يجب أن تكون لديك تصور كامل عنها قبل البدء في إجراء التجربة. العوامل هي المتغير المستقل. ما معنى متغير مستقل؟ يعني يمكن أن يتغير أثناء القيام بالتجربة. لازم يكون عندي هنا عامل معين يتغير أثناء القيام بالتجربة. أيضا لابد أن نلاحظ أن هناك شيء اسمه متغير تابع. ماذا نقصد بالمتغير التابع؟ عامل يتم قياسه أثناء التجربة. سنأخذ إن شاء الله بعد قليل التجربة لتأكيد هذه المتغيرات. أيضا هناك ثوابت في التجربة لا يمكن أن تتغير إطلاقا خلال القيام بتلك التجربة، يعني تبقى ثابتة من بداية التجربة حتى نهايتها، نسميها ثوابت. وأخيرا لابد أن يكون لدينا عينة ضابطة، هذه العينة الضابطة تعامل مثل باقي المجموعات التجريبية ولكنها لا تتعرض لأثر المتغير المستقل. طيب لماذا؟ لماذا العينة الضابطة يجب ألا تتعرض لأثر المتغير المستقل؟ لكي نقارنها بنتائج العينات التي تعرضت لأثر المتغير المستقل. بعد أن تتم التجربة بهذه الخطوات وملاحظة هذه المتغيرات نبدأ الآن نجمع المعلومات وننظم ونحلل تلك البيانات التي توصلنا إليها أثناء قيامنا بهذه التجربة، ثم نحاول أن نستخلص النتائج. فإن كانت النتائج تدعم الفرضية اللي وضعناها والتخمينات أو التوقعات
نكرر ذلك عدة مرات لنتأكد من أننا وصلنا إلى نفس النتيجة. أما إن كانت النتائج لا تدعم الفرضية فإنه في هذا الحالة يجب علينا أن نعدل في توقعاتنا أو نعدل في الفرضية ثم نعيد القيام بالتجربة مرة أخرى. ما معنى هذا الكلام؟ دعونا نأخذ مثال على ذلك علشان نطبق شيء اسمه البحث التجريبي. إذا أخذنا ثلاثة أوعية ووضعنا فيها محلول ملائم لنمو البكتيريا وحددنا على كل عينة اسمها لكي لا يحدث هناك تغيرات أو اختلافات أثناء القيام بالتجربة، وهذه نقطة مهمة جدا، يجب تحديد كل عينة ودورها في التجربة. فمثلا نجعل أحد الأوعية هي العينة الضابطة، يعني لا نعمل عليها أي تغيير، هذه نسميها عينة ضابطة في هذا الوعاء. أما الوعاءين الآخرين اللي هو ألف وباء نضع فيها نفس المواد، ولكن نبدأ الآن نحدث بعض التغيرات. سنضع في الوعاء ألف مضاد حيوي وفي الوعاء باء مضاد حيوي آخر مختلف. العينة الضابطة لا نضع فيها شيء لأن اسمها عينة ضابطة، نبغى نقارنها فيما بعد بالنتائج التي توصلنا إليها. مرة ثانية، العينة الضابطة لا يوضع فيها أي شيء سوى فقط المحلول الملائم لنمو البكتيريا، هذا المحلول موجود في العينة ألف وكذلك العينة باء، ولكن العينة ألف نضع فيها مضاد حيوي وكذلك العينة باء نضع فيها مضاد حيوي مختلف عن المضاد الموجود في ألف. ثم ننتظر بعد فترة من الزمن نلاحظ ونقارن ما الذي نتج. لاحظوا معي الآن، العينة الضابطة حدث فيها نمو بكتيريا مقارنة بالعينة الضابطة في بداية التجربة لم يكن هناك بكتيريا، هنا نمت البكتيريا في العينة الضابطة. أنا الآن أقارن ما حدث في العينة الضابطة بعد فترة من الزمن بالعينة الضابطة قبل أن يحدث أي تغيير. بالنسبة للوعاءين ألف وباء لاحظوا معي الآن الفرق، المضاد الحيوي اللي كان موجود في العينة ألف لم يكن فعال وبالتالي أدى ذلك إلى نمو البكتيريا، بينما المضاد الحيوي الآخر موجود في العينة باء قد قضى على البكتيريا وبالتالي لم يسمح بنموها. السؤال الآن، أين المتغيرات الثابتة؟ أين المتغيرات المستقلة في هذه التجربة؟ يلا خطوة خطوة. المتغير المستقل هذا يمكن قياسه أثناء التجربة، مثال على ذلك اللي هو المضادات الحيوية. المضاد الحيوي متغير مستقل، يعني يمكن أن نغير في كميته أثناء التجربة، نزيد كمية المضاد الحيوي أو نقلل كمية المضاد الحيوي. الزيادة أو النقص هنا نسمي هذا المتغير اللي هو المضاد الحيوي متغير مستقل. طيب أين المتغير التابع؟ المتغير التابع كما عرفناه هو عامل يتم قياسه أثناء التجربة. وش اللي ظهر عندي هنا بعد إضافة المضاد الحيوي؟ نمو البكتيريا. إذا لاحظوا نمو البكتيريا هنا نسميه عامل متغير، يعني تابع. لماذا؟ لأنه هو الذي نريد قياسه أثناء التجربة، فلو تركناها مثلا يومين أخرى إضافية ممكن أيضا سيزداد نمو البكتيريا. إذا نسمي هذا المتغير اللي هو ظهور البكتيريا ونموها بالمتغير التابع. طيب ما هي الثوابت في هذه التجربة؟ الثوابت يعني أشياء لا تتغير. الأشياء التي لم تتغير هنا هو وجودها في نفس المكان، نفس البيئة من إضاءة ودرجة حرارة، نفس كمية المحلول المغذي للبكتيريا، يعني ما زودنا كمية المحلول ولا نقصنا كمية السكر مثلا في أحد هذه الأوعية، هذه كلها نسميها ثوابت لم تتغير أثناء التجربة. يأتي عندي الآن أخيرا العينة الضابطة. قلنا العينة الضابطة، هذه هي العينة الضابطة، لم نحدث عليها أي تغيير، وبالتالي عندما مر وقت من الزمن وجدنا أن البكتيريا في العينة الضابطة هنا نمت، عندما نقارن العينة الضابطة التي نمت فيها البكتيريا بالعينة الضابطة في بداية التجربة نلاحظ هنا حدوث الفرق، وهذا يدل على أن البكتيريا نمت لأنها لم تتعرض لأثر المتغير المستقل اللي هو المضاد الحيوي، يعني لم نضع هنا مضاد حيوي. نقرأ هذا السؤال من أجل المشاركة في الإجابة عليه. ضع أمام كل عبارة رقم المفهوم المناسب لها.
عندي هنا أربعة مفاهيم أعطيناها أرقام، رقم واحد المتغير المستقل، رقم اثنين المتغير التابع، رقم ثلاثة الثوابت، رقم أربعة العينة الضابطة. وهنا تعريف لكل واحد من هذه المفاهيم. نبدأ بأول تعريف: لا تتعرض لأثر المتغير المستقل لمقارنة نتائجها بباقي العينات. ما الذي يناسب هذه العبارة من هذه المفاهيم؟ أكيد كلنا من خلال الشرح السابق عرفنا أن التي لا تتعرض لأثر المتغير المستقل لمقارنة نتائجها بباقي العينات هي العينة الضابطة. إذا نضع هنا رقم أربعة. العبارة الثانية: متغير يمكن التحكم فيه ويتم تغييره أثناء التجربة. طالما أنه يمكن تغييره أثناء التجربة إذا هذا سميناه المتغير المستقل. المتغير المستقل رقم كام؟ واحد. إذا نضع هنا رقم واحد في هذه العبارة. عوامل تبقى ثابتة أثناء التجربة. تبقى ثابتة يعني ما تتغير من بداية التجربة إلى نهاية التجربة، هذه سميناها الثوابت يعني رقم ثلاثة. أخيرا العامل الذي يتم قياسه في التجربة اللي هو نتيجة نمو البكتيريا. البكتيريا هي العامل الآن، لاحظوا مضاد حيوي نمت، لو تركناها فترة أطول يمكن تنمو بكمية أكبر، بينما في وعاء آخر لم تنمو البكتيريا. هذا نسميه العامل الذي يتم قياسه في التجربة بالمتغير التابع يعني الناتج عن إضافة المضاد الحيوي. ما الذي نتج عن ذلك؟ نمو البكتيريا في وعاء وعدم نموها في وعاء آخر، نسميها المتغير التابع. وصلنا الآن إلى تقويم ختامي لعلنا نربط بين هذه المفاهيم وتلك العبارات. أقرن المفاهيم بما يناسبها: واحد البحث التجريبي، اثنين البيانات، ثلاثة الفرضية. نبدأ بأول عبارة نقرأها: يعتمد على وضع واختبار الفرضيات. يعتمد على وضع واختبار الفرضيات، هل هو البحث التجريبي أم البيانات أم الفرضية؟ طالما أنه يعتمد على وضع واختبار فرضيات إذا هذا هو عبارة عن البحث التجريبي. الرقم واحد: تجمع وتنظم وتحلل ثم تستخلص النتائج. من هي التي تجمع وتنظم وتحلل ثم تستخلص النتائج؟ أكيد نقصد بها البيانات. أحسنتم. إذن هنا نضع رقم اثنين. إذن البيانات تجمع وتنظم وتحلل ثم تستخلص النتائج. أخيرا توقع أو عبارة قابلة للاختبار، هذا التوقع أو العبارة القابلة للاختبار هي الفرضية. تعلمنا اليوم في درسنا عمل العلم وطريقة استخدامه في حل المشاكل بطريقة البحث التجريبي، والذي يعتمد فيه على القيام بتجربة أو تجارب عديدة للوصول إلى حقائق أو نتائج محددة. كذلك عرفنا أهمية جمع البيانات وتنظيمها سواء كان في جداول أو في رسوم بيانية لتسهيل الوصول إلى تلك المعلومات. ثم عرفنا أن هناك فرضيات، وهذه الفرضيات أيضا مهمة تستخدم في كلا البحثين سواء كان البحث الوصفي أو البحث التجريبي، لأن الفرضية كما ذكرنا هي عبارة عن توقع أو عبارة يمكن اختبارها، وفي كلا الحالتين أو في كلا الطريقتين تستخدم سواء كان هذا البحث بحث وصفي أو بحث تجريبي في حل المشكلات التي تواجهنا. وصلنا إلى نهاية الدرس، آمل أن أكون قد وفقت في تقديم ما يفيدكم. حتى ألقاكم إن شاء الله في درس قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم. Oh.